يعني أنهى وفد حركة الجهاد الإسلامي بقيادة الأخ المجاهد زياد النخالة لقاءاته في القاهرة، وعاد الوفد إلى غزة. اللقاءات في القاهرة كانت إيجابية وأخوية بامتياز. ركز النقاش فيه على أمرين رئيسيين: كيفية مواجهة حكومة التطرف في إسرائيل، والأمر الثاني كيفية تعزيز الجبهة الداخلية واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة هذه الحكومة، وأيضا يعني تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا سيما في ظل الحصار المستمر. اللقاءات كانت إيجابية. الجانب المصري معني تماما باستئناف جهود المصالحة والوصول إلى صيغة تمكن الجميع من الوقوف في وجه التحديات التي تفرضها على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة كلها حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير. تعمد الكيان الصهيوني استهداف أبناء كتاب القسام في عقب الجبر في أريحة، ومن قبلها استهداف الشيخ خضر عدنان بالاعتقال، هي رسالة سلبية للجانب المصري الذي يستضيف وفود حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس، وكأن إسرائيل تقول للمصريين أنها لا تقيم اعتبارا ولا وزنا لهذا الدور الكبير الذي تقوم به مصر. مصر اليوم في مهامها في دورها معنية بامتياز في أن تعزز من موقف الفلسطيني وحماية الأراضي الفلسطينية وحماية القضية الفلسطينية في ظل تغول إسرائيلي وصل إلى معظم الأقطار العربية. بلا شك رسالة الاغتيال رسالة سيئة، رسالة مفادها أنها ماضية في مشروع الضم والتوييد، لكن المقاومة في الضفة الغربية وفي مقدمتها كتيبة جنين وكتيبة أريحة ونابلس وكل الثوار ماضون في مشوار التحرير. نحن لن نلقي سلاحنا وسنواصل معركة التحرير حتى استعادة الحق الفلسطيني من يد العدو الصهيوني.